عملية سياسية بالعراق بدأت واضحة، يعني خطوطها واضحة. اليوم التيار الصدري عندما انسحب من العملية السياسية ترك فجوة كبيرة في العملية السياسية في العراق، ولكن المنادات والمناشدات لتظاهرات مليونية ومن أجل أن تكون هنالك إرباك مرة أخرى في العملية السياسية، هذا لا يعدل كفة الميزان نتيجة هكذا صراعات. نحن نبحث عن توافقات سياسية بين جميع الأطراف. العراق يحتاج إلى توافقات سياسية وليس إلى صراعات سياسية بين الكتل الكبيرة. نعم. التيار الصدري قوة كبيرة، التيار الصدري قوة سياسية كبيرة أيضا موجودة، والإطار التنسيقي أيضا قوة كبيرة سياسية في العراق، وهذه القوتان انتصارعت على منصب أو على حكم قد تؤدي هنالك إرباك في هذه العملية السياسية وتترك فجوة كبيرة نتيجة هذه الصراعات. أما إذا كانت هنالك التوافقات، هذه التوافقات ستجعل العراق ينتقل انتقالة حقيقية في العمل السياسي. سيكون هنالك انتعاش في العملية السياسية نتيجة هذه التوافقات. عليه هذه التظاهرات المليونية التي ستخرج، هي بالتأكيد ستخرج منددة للاعتداءات الصهيونية التي بدأت معالمها واضحة بحرب ضروس وطاحنة على إخواننا في القدس وفي فلسطين. رغم هذا، هم اليوم جميع السياسيين